اللي حصل هالاسبوع هذا على نقاط، وطبعا راح يحصل على مبلغ 1500 ريال. وطبعا رئيس البلدية يعتمد على الرصيد الظاهر، والخصومات دائما تكون بالرصيد الخفيف، فما تحسب ضمن الأرصدة اللي حصل عليها المتسابق. بيمرموني، لا تقول اسمي، بيمرموني، عارفهم حاقدين. من قال لي بقول اسمك اصلا؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. طيب رئيس البلدية اللي معنا هالاسبوع عبد الله، لا ترد عليك، ما ابغى رد بخاطرك والله، لا ترد، هلا ترد، ما ابي رد بخاطرك يا عبد الله. لا لا اصبر اصبر، ما انت والله يضربني هذا بندر. لحظه حبيبي، ما اريدها ما اريدها. ما هو انت والله، ما هو انت ابن حلال. طيب تعال تعال عبد الله، تعال انا في وجهك ضربهم. الرجال في وجهي، الرجال في وجهي يا شباب، الرجال في وجهي. طيب لحظه، الرجال في وجهي يا بندر، الرجال في وجهي يا بندر، والله بيضربوني. طالبك ليه؟ الرجال في وجهي، خصم 500,000. الرجال في وجهي اللي ضرب عبد الله بالدفنه، والله الرجال في وجهي، ما فيهم رحمه بعدين، عديمين انسانيه، علشانك ابو نايف قليلين انسانيه. طيب انا جبتك عندي لاني رحمتك والله، ترى والله ادري رحمتك والله، لانك انسان، ترى ما انت رئيس بديهه، فلا تفرح. بالقريه ما هو رئيس بديهه، وش فيكم انتم مصدقين؟ لحظة، لا لا، كاسر خاطري، هو كاسر خاطري. شوف اللي ضربني، طيب مخرجنا، ما موظفه مخرجنا، وش رايك نعلن؟ اعلن. طيب رئيس البلدية خلال هالاسبوع عبد الله بن نايف. انا في وجهي، في وجهي يا شباب، في وجهي، في وجهي يا شباب. انا فارس، في وجهي، اضربوني انا وياه. لا 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 لا